اهلا بيكم في فيديو جديد معكم مارو. احنا النهارده موجودين في فاين سبيكتروم سنتر وهنعمل فيديو عن ايفون 15 برو ماكس. غير كلام كتير يلا بينا نخش على الفيديو بسرعه. I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step, the clock is ticking but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan, I've been all around. فبما اني الجو تلج وساعة وانا لابس بكم مو ده شايفين، مع ان احنا فوت في الشتاء وكان بتمطر الصبح كنا شايفين كده الارض باين عليها. بس anyway احنا قدام ابل ستور في مكان اسمه ايرفاين سبيكتروم سنتر في كاليفورنيا تحديدا. تمام، زي ما انتم شايفين الايفون 15 نزل فالاجبال تاريخي دلوقتي. زي ما انتم شايفين كان في لاين بس دلوقتي عشان الدنيا مطرت الناس مشيت، فاحنا حاولنا نستغل دوت ونخش نصور. يلا بينا. سو اول حاجة احنا وصلنا لها هي الايفون 15 برو. تمام، ده البرو بس. اوكي ركزوا معايا، ده البرو بس. انا اول مرة اشوفه في حياتي دلوقتي قدام عينيكم كده، بس انا حاسس ايه ان هو مش حاسس هو. تمام، بص المنظر عامل ازاي. ده الايفون 15 برو اللي هو الصغير خالص، نفس النوتش بتاعت ال 14 اي جاس يعني. تمام، ده اللون الابيض. تمام، تعالوا نشوف هنا يا جماعه، عندي برده عيان والله. المهم ده اللون الاسود الصراحه عجبني جدا جدا جدا، شكله فخم جدا 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 زي ما انتم شايفين. بعد كده اللون دوت اللي هو الجراي زي ما انتم شايفين برده شكله عامل ازاي. ده الايفون 15 برو. هوريكم الاسعار، اصبروا برده بس الاسعار موجوده هناك، بس انا بس هوريكم الاشكال الاول وهوريكم بعد كده ورقه عليها الاسعار كلها وكل حاجه. لا تقلقوا. طيب تعالى هنا اوريكم الايفون 15 برو ماكس. تمام، ده البرو ماكس. تمام، مكتوب عليه من 100، مكتوب عليه من 100، من 1200، قول 1200 دولار على 24 شهر، 50 دولار الاس بتاعه. بص المنظر عامل ازاي، ده البلو جامد جدا 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 والله العظيم. بصوا طبعا دي شركات النت اللي انت بتشترك معاها وبتجيب منها ايه الخط. تعالوا بقى اوريكم دوت اللون الاسود. بصوا المنظر بتاع الشاحن لما بيتعمل كده، والله ما خدت بالي منها. بصوا شكلها جامد جدا 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 جدا. بعد كده هنمسك اللون الابيض. بصوا اللون الابيض عامل ازاي، برده مكتوب عليه بيبدا من 1199 دولار وسعره في القسط 50 دولار. يا جماعه انا عندي برده عيان اقسم بالله العظيم. المهم سعره كام؟ 50 دولار في الشهر، 24 شهر يعني ب 1100 دولار. ده اللون الابيض. تعالوا بقى نجيب اللون الاسود الصغير، ده ايفون 15 برو ماكس برضه اهو، ده مش الصغير ولا حاجه. بصوا ده اللون الاسود. يبقى كده احنا شفنا التلات الوان. تعالوا اوريكم في الوان ثانيه هناك اهي، وتعالوا في حاجات ثانيه هناك. بصوا المنظر اصلا شكلها بقى في العامه ازاي. ده ايفون 15 عادي مكتوب عليه 799 دولار، يعني حوالي 33 دولار قسطه في الشهر على 24 شهر. ده لون ابيض. بصوا كاميرتين بس. تمام، بصوا شكله عامل ازاي. تعالوا نشوف اللي جنبيه، ده ب 799 برضو، قسطه 33 دولار في الشهر على 24 شهر. ده اللون الاسود. تمام، وده اللون الاصفر كده شكله وحش صراحه مش عاجبني قوي. كل دول نفس النوع. وده اللون البينك. تمام، دي الالوان اللي نازله منهم الايفون 15 العاديه الصغير خالص. بصوا ده الايفون 15 بلس، ده ايفون 15 بلس، ايفون 15 برو، ايفون 15 برو ماكس. يعني هم كده ايه الورق دي اللي انا بقول لكم عليها، انا كنت عايز ابدا بيها من اول الفيديو بس مش مشكله. يعني الايفون 15، 15 بلس، 15 برو، 15 برو ماكس بالترتيب. تمام، تعالوا بقى اوريكم كل حاجه واحده واحده كده. ده الايفون 15 العادي. بصوا اللون عامل ازاي، سعره كام؟ 799 دولار و 33 دولار قسط في الشهر على 24 شهر. طيب ايفون 15، الايفون 15 بلس. تمام، اللي بعده سعره كام؟ 899 دولار. تاني سعره كام؟ 899 دولار. تمام نخش على الايفون 15 برو. تمام، بس المنظر عامل ازاي، صغير بس ثلاث كاميرات. تمام، عشان ده البرو. ده الايفون 15 العادي كاميرتين بس لو واخدين بالكم. تمام، البرو الايفون 15 برو هو اللي ثلاث كاميرات. بص المنظر عامل ازاي. تمام، صراحة الماتيريال بتاعه جامد جدا 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 جدا. بصوا ده الايفون 15 برو ماكس. بصوا شكله عامل ازاي، بجد شكله جامد جدا. بصوا هنا الزرار ده، بصوا
بصوا الايفون 15 برو ماكس ده اللون الازرق شكله جامد جدا 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 جدا. دول الانواع كلها الايفون 15 اللي نزلت. تمام تعالوا ناخد جوله تاني. بصوا الابل واتش يا دي شكلها كبير جدا جدا جدا. تمام تعرف دي نوعها ايه؟ بس مش عارف الصراحه. بصوا الابل واتش اللي جنبها برده شكلها كبيره جدا مش زي العاديه. انا معايا واحده بس دول كلهم كبار جدا جدا جدا. تمام بصوا ابل بوتش سيريس 9 يا نهار ابيض سيريس 9 بس الصراحه شكلها جامد جدا 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 جدا. المنظر عامل ازاي؟ والله العظيم شكلها جامد جدا ما شاء الله. سعرها كام؟ والله لسه مش عارف اشوف برده اي اسعار موجوده زي ممكن تبقى الترابيزه الثانيه او كده يعني. بصوا الابل واتش الثانيه ديت شكلها مربعه جامده جدا جامده جدا 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 بس برده مش مكتوب عليها اني واحده مش عارف ليه. ايه الرخامه دي يا جدعان؟ احنا هنا وصلنا لقسم كده فيه كل حاجه. تمام فبص مثلا الموبايل مثلا يعني بصوا ايفون 15 برو باللون الاسود برده حاطينه هنا مش عارف ليه. تمام وفي هنا تابلت وفي هنا قسم الايربودز. فاحنا نخش دلوقتي نصور قسم الايربودز بس قبل ما نصور نخش على الهيدفون اللي انا بحبها جدا وجربتها يا جماعه بتعزل الصوت بطريقه يعني خياليه والله العظيم. بص السماعه عامله ازاي بتعزل الصوت خياليه. والناس اللي بتروح الجيم دايما بتلبس الحاجات السماعات دي. برده الناس اللي بتعمل كونتنت عن الجيم بتلاقيهم لابسين السماعات دي. السماعات دي جامده بتنزل بالصوت اسود والالوان دي كلها اللي احنا شايفين يعني بجد شكلها جامده جدا جدا جدا. ده ايفون كام ده؟ مش عارف ده ايفون من غير اي سلك ولا اي حاجه قشطه مش مشكله يعني مالناش دعوه. فده القسم بتاع السماعات الايربودز ديت ايربودز دي اسم سماعات بتاعت ابل اللي هي عامله زي الهيدفون. تمام تعالوا نخش على مش عارف استنى كده نشوف قسم اللي يعني ثانك يو. بصوا دي بتاعت الساعات كلها بالوان باشكال مختلفه تماما. بص المنظر عامل ازاي. تمام وفي هنا برضو كميه كيسز او جراب او كفر اي جام بنسميها ايه كلها فيها مسلسل مختلف. المهم بصي دي كل انواع بماتيريال مختلفه يعني كل صف. بص الملمس ده بيبقى زي الملمس ده مش زي الملمس ده نهائي. كل واحده ليها شكل ديزاين مختلف زي ما انتم شايفين كده. كان في اللي بيشحن في اللي جاي معاه زي واليت او محفظه في الظهر زي ما انتم شايفين كده. تمام فكلها حاجات مختلفه تماما تماما تماما. وبيحط لك بقى العلب كلها هنا مش عارف هيبقى سعرها كام. بصوا $99 يعني قول $100 تخيل ده بثمنه $100 يعني بجد غالي جدا جدا جدا. في ناس ممكن تجيبها من اماكن ثانيه ارخص. طيب في هنا بقى التشارجر. بصوا عباره عن مكان تشحن فيه الموبايل بالسماعه بتاعتك بالساعه بتاعتك. كام بقى يا معلم سعرها كام؟ والله العظيم مكتوب عليها برضو مش عارف ليه مش عارف ليه. اه مكتوب عليها اهي استنى كده مكتوب عليها $149 149 $150 مثلا $150 في الشاحن مشحن بينا كل حاجه. تخيل سماعتك بموبايلك بالساعه بتاعتك بتشحنه نفس الوقت يعني $150. انا شايف ان هي دي سعرها معقول. ده لوحده $100 دي غاليه الصراحه جدا جدا جدا. جينا هنا لقسم البيتس. تمام اللي هي السماعات البيتس كلنا عارفينها. المهم ده المنظر السماعات كلها بيسو كلها بالوان مختلفه بس انا همسك واحده مثلا اشوف سعرها عشان كلهم نفس السعر كام؟ $169 يعني قول $170 ممكن بعد تكسب 100 توصل 170 ولا حاجه. تمام فالبيتس اللي هي السماعات الصغيره اللي عامله زي الايربودز بصوا كلها نفس قول $170. تمام الكبيره بقى منها بكام لسه انا والله ما اعرف. تعالوا كده نشوف كام يا معلم. الكبيره منها الكبيره ب $350 يا نهار ابيض دي غاليه جدا $350. بصوا دي البيتس اللي موجوده هنا. طيب السماعات بقى الثانيه دي زي ما انتم شايفين كده كام سعرها يا معلم؟ تعال نشوف كده كام سعرها برضه مش مكتوب عليها ولا ايه؟ عارفوا ايه حكايه الاسعار معاهم النهارده؟ مش كاتبين عليها اي سعر بس دي منظرها يعني. anyway خلاص تعال نشوف اللي بعديها كام سعرها؟ سعرها كام؟ سعرها كام؟ برضه مش كاتبين عليها سعر. بيتس فيت برو بس مش كاتبين عليها سعر. انا واحد عيان وتعبان ونازل يصور في الاخر مش كاتبين حاجه سعر. بصوا دي فاتحين لكم حاجه زيها وفي هنا تابلت. تمام تعالوا نشوف البيتس اللي هي اسمها سولو 3. البيتس اللي هي اسمها سولو 3 اهي سعرها $199 يعني قول $200 البيتس
سولو 3 تمام. نزل منها هي في لون تاني. ده السماعات عارفين اكيد اللي عامله زي الصب دي تمام، بس شكلها يعني كام يا معلم سعرها؟ مش مكتوب عليه، مكتوب عليه كام؟ 299 يعني قول $300. السماعه دي سعرها $300 يا جدعان. Alright so احنا دلوقتي خلصنا الفيديو وصورنا كل الايفون 15 وحاجات زي كده، وانا مريض والله يا جماعه، انا مريض وعيان تمام، بس قلت لازم انزل اصور عشان يعني انا ولا شفته على الحقيقه، كمان انا شفتوه يعني. كل سنه لازم نعمل فيديو بتاع ايفون 15 او 14 او 16 ايا كان اللي فاتوا، انا مريض ما عملتش لحد دلوقتي، قلت لازم اعمل لكم واحد، قلت اقول لكم الاسعار وملخص وحاجات زي كده. سو ده كان الفيديو، مش تعمل لايك سبسكرايب تشترك في القناه واشوفكم فيديو جديد. سي يو جايز.